وهكا قاعد رايف لبيه لعليه قرر فجأة انه يعمل فيديوهات. وكي تخمم باش تعمل فيديوهات ما حاجتين باش تخمم فيها، سواء انك تمشي معاك وجوك مريقل وعباد تحبك وعباد والعباد تنبر عليه. باغ اكزومبل يجيك الرمز اللي يقول لك ضيعت 3 دقائق من عمر. يا معلم تخدم في الناسا؟ ها؟ مهندس كيماوي؟ ها؟ قاعد تصنع في تربية تي؟ ها؟ يا معلم انت مكتف حال الانترنت قاعد تتفرج تحطين كموقع ربيع الحروف. تعرف بغيت باش نحكي على القرار اللي خذيته في الوريونتاسيون تاع القرايه نتاعي ولا سي. وبحكم تصديقتي وبهمتي البقري في السيونس مات فيزيك اي حاجه تتعلق بالارقام ولا تستحق جرام ثقيل، مشيت لشعبه البطاله، شعبه الشعب كيف الناس الكل ليتر. وكي نحكيو على ليتر لهنا نحكيو على كلاس متكون من 37 ل 40 طفله وانت وحده في وسط. وكي نقول وحدي على خاطر حتى الاولاد اللي يمشيو ليتر تحس ما فماش منافسه. جيك واحد باغ اكزومبل اسمه سفيان، بونجور سافا تو فا بيان، انعدام للمنافسة. لي انا عندي لا شونس خاطر عباد تمشي تجاهد وتتقتل باش تمشي تقابل حول العين. يا معلم انا في وسط في الليتر صحيح فما 37 طفله وكل شيء، اما هنا راهو تلقى روحك في وسط 25 فكرون منهم 4 عندهم شلاف. عرفت كي شلاف كل يوم في البتروك تبى تحب تشد نقاط نحي يا اخي شد زين بيه فيش جيلاو يجيك تقول لك امي ما تحبنيش منك، ها تقعد هكاك مع بابط وشلاغم وهم مزرك عيب عيب عيب. ازيدك بنزيدك ساعه اول حاجه بيان سور الباك الاولانيه دوبلت، الباك الثانيه دوبلت، دونك في الباك الثالثه الناس الكل ديزيسبيري يبان لي جو ميكسكوز مدوبل عام واثنين باش تنجح على الثالث. افكتيفمون صنعت الموفيزا نجحت. جاني ميساج قريت ادمي فرحان هابط نجري حسير وتنلقى بابا نعنق وتنلقى امي نعنقها. عنقت الباب ديجا الباب نتاع الكوجينة إلى يوم الليلة هذا بيست فريند لاف يو برو. وعلاش عنقت الباب؟ على خاطر سيء انهيار. أنا بيتي مانيش مصدق ينجح ولا أنا خذيت قرار إني نمشي ينابس. اي معلم خذيت الروز والقايل علاش ماشي ينابس قاري ليتر دونك عندك فرونسي انجلي فلسفه تاريخ جغرافيا حتى في الليتر هذوما الكل بهيم فيهم. كيفاش نجحت الله هو بهيم بهيم. بغيت كي مشيت للينابس فما حاجه اسمها كروس كانتري في البريمير اني وبيان سور تحرمت من الحاجه اللي كنت محظوظ بها اللي هي البنات على خاطر لقيت روحي في كلاس كله تيستيكول ترجمه لغه في اللينابس. انا انسان الحمد لله ما نتكلفش صدق عليا صدق نتكيف برشا انسان معناها كيما نقولوا احنا نتكيف تقولش عليه ما فماش دخان غدوه معناها دو تيل فاسون لا عندي صدر لا عندي فيزيك لا عندي حتى شيء ونلقى روحي في اللي نابس. جريت خويا الغالي عندي مشكله في ساقي دعثرت ركبتي نلقاها هكا خارجه هكا كبر عطوك الجبل اللي دخلت في تيتانيك كيف وليت ركب وليت ما عادش نجم نلعب سبور. جاني منهم بروف نتذكر بالخير توا برا ان شاء الله يا ربي يحلها في وجهه منا لنا قريتي ما عندك ما تعرف اي امسح القاع امسح القاع امسح القاع عادي بصح تلقى. وكانت اخر مره هذيك نمشي فيها للدار وبعد هيك قررت قلت بالك بالك عندي موهبه ونعمل لوجو فيجوال تاك تاك. مشيت لبابا قلت له نحب نعمل انسكريبسيون في تيلي تيليفون قال لي قال لي بيه اوكي قداش تسحق فلوس؟ 500 دينار مدهم لي مشيت قيد الشهر اللي بعده قلت له بابا الشهر وفات اي قال لي قداش الشهر 250 ما عنديش نبطل بطلت الاخرى اش باش تعمل اش باش تعمل اش تقعد بطاله يا برا مشي يخدم في تيلي بيرفورمانس كراسي تكسر وليت نمشي نهار وعشرة ليل لين جا نهار الموعود سفيان فيا ايسي سامحني ماكش باش نجم نكمل معاك قلت لها نقول والله فرحان عمري شريت واحد رزقه تقطع خبزته تقطعت وفرحان روحت على روحي ما مشيتش معايا الحكايه هذيك قلت برا خلينا نمشي نخدم في حانوت تاع ليفو بيجو شنو هي علاقتي بليفو بيجو الله اعلم عندك سيفي السي في قدام وش اسمه شي خدم قدامك في السي في جاي يا معلم في بالي قاعد على كرسي مرتاح تعمل هذه جيب هذه جيب لي كيسمي ها نستعبدهم شوي نلقى روحي واقف يجيني عارف يقول لي امشي امسح بالله وش يا معلم انا امسح بالله تمشي تدخل البيت تلقاني مربي عنك بو علاه امسح في بالله كيف استروح وخرج وري طلع في الفيديو شنو بربي لا تنبر عليا نبر نبر بالقرارات البائسة نتاعي يعني ان شاء الله ما يكونش هذا قرار بائس اخر نزيدوا لائحة القرارات به ان شاء الله تعجبكم الفيديو اذا كنت بارتاجي روحي.